طبعا الصياف المسلحه اليمنيه سبقوا ان عبرت في اكثر من بيان ودعت الصياف المسلحه في كافه الدول العربيه لان تكون منخرطه في المواجهه ضد الكيان الصهيوني على اعتبار ان هذه الحرب القائمه اليوم هي حرب وجود وهم المعنيين قبل كل الافراد بمواجهه هذا الكيان، فكما كان الغرب الامريكي حاضرا لدعم الكيان الصهيوني من الامريكي والبريطاني والفرنسي والالماني، بل هو الغرب الامريكي بشكل عام كان الاولى على الانظمه العربيه ان تكون متحركه الى جانب قضيتها الاساسيه القضيه الفلسطينيه باعتبار انه يستهدف الجنوب. وبالتالي هذا اليوم التركيز يصنع بتصريحات الرئيس الجزائري هي تعبير عن ذلك الموقف الثابت والذي كان ينبغي على كل الجيوش العربيه ان تتحرك منذ البدايه وان تكون في المواجهه كما هو حال الغرب الى جانب الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه التصريحات تعتبر تصريحات ايجابيه على الرغم من ان هناك الكثير والكثير مما يمكن ان تقوم به الجزائر سواء فيما يتعلق بحركه العدو في البحر الابيض والمتوسط او بالامكانات الكبيره التي تمتلكها الجزائر وجيشها وقواتها المسلحه. ذلك اليوم ينبغي ان تكون هناك خطوات جاده من قبل كافه الانظمه العربيه لان المستهدف هو جميع المقاومه الفلسطينيه لا تدافع عن نفسها بقدر ما تدافع عن الامه بشكل عام وان حصرت في مسافه 360 كيلو متر الا ان هذه تعادل مساحه الوطن العربي لانها مرتكز لمشروع الكيان الصهيوني الذي يسعى الى التمدد ومشروعه الاستيطاني والتوسعي. وهنا كانت رئيس صنعاء باننا سنكون حاضرون في التعاون مع كافه الجيوش او الانظمه وكسر حاله الجنود القائمه والرتابه القائمه لدى تلك الجيوش من قسم المتفرج وان تكون حاضره في المواجهه بكل ما تستطيع او بابسط ما تستطيع كون المرحله تقتضي ذلك والعدو الصهيوني اليوم بما وصل اليه من جرائم من وحشيه ومن مجازر كان ينبغي ان تحرك من لديه ابسط معيار او مثقال من الضمير فمن يقتلون هم اخواتنا وابنائنا وامهاتنا ونسائنا وليسوا ابناء غزه وليسوا ابناء حماس بل هم ابناء هذا الوطن الذي ينتمون اليه باعتبار انهم من ضمن الامه العربيه والاسلاميه.